بحثت الحكومة مع وفد بنك التنمية الجديد التعاون المرتقب لتعزيز التمويل الأخضر والعادل ودعم جهود مصر في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. يأتي ذلك في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسؤولي البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعملية شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه ليربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 25974 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 6140 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8714 نقطة. في منطقة الخليج أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض مع مواصلة المستثمرين تحليل البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقيع موعد خفض تكاليف الاقتراض، وتراجع مؤشر السعودية الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي وبلغت نسبة الانخفاض اليوم 0.5%. كما انخفضت الأسهم في البحرين والكويت. وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% بقيادة سهم مجموعة الاتصالات الذي صعد 2.8%. أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. ووفقاً لمسودة الميزانية ستؤدي الحرب مع حركة حماس إلى تراجع نمو الاقتصاد للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي. ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل، أي ما يوازي 40 مليار و250 مليون دولار، في الفترة من 2023 وحتى 2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحكومة تخطط لمضاعفة احتياطيات الميزانية إلى 1 تريليون ين، أي ما يوازي 6.9 مليار دولار في السنة المالية الجديدة، وذلك بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال. وأعلن كيشيدا عن هذه الخطة بعد زيارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الشهر.